الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسل الله أجمعين. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم، يطيب لي أن أهنئ حضراتكم جميعا والشعب المصري كله والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بذكرى مولد رسول الإنسانية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما يسرني أن أهنئكم سيادة الرئيس وقواتنا المسلحة الباسلة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مقدرين تلك الإنجازات العظيمة التي تحققت في ظل قيادتكم الحكيمة على أرض مصر في مختلف المجالات. وبعد، فلم تعرف البشرية عبر تاريخها الطويل ولن تعرف إلى أن تقوم الساعة إنساناً أنبل ولا أشرف ولا أعظم ولا أكرم ولا أعز على الله عز وجل ولا أرحم بالخلق من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله والله ما حملت أنثى ولا وضعت أبر وأوفى ذمة من محمد، وما في بقاع الأرض حيا وميتا ولا بين أرض والسماء كمحمد صلوا عليه وسلموا تسليما. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الإنسانية ورسولها، سواء من حيث ما تضمنته رسالته من قيم أخلاقية قائمة على الأمانة والصدق، أم من حيث كونها للناس كفة. يقول الحق سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. أم كان ذلك من جهة ما تضمنته الرسالة المحمدية من جوانب إنسانية وتكريم الإنسان لكونه إنسانا بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو عرقه أو لغته، حيث يقول الحق سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم، فكرم الإنسان على إطلاق إنسانيته دون تمييز. وحين مرت جنازة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف صلى الله عليه وسلم إجلالا للموقف ومواساة لأهل الميت، فقيل له: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم: أليست نفسا؟ في تقدير عظيم لقيمة الإنسان لكونه إنسانا.